واحد كلنا واحد ملناش دعوة بأي واحد ولا بقريب ولا بغريب ما بنشربش بيبسي بنشرب حليب بعمل رياضة باكل بروتين أنا وعيالي جسمنا متين بس يا عبد الكريم سيبهم نايمين ما تخلي في قلبك ذرة حنين ماما كريمة شوفي لي جريمة عند صحابك ولا معارفك أعمل ترند وأطلع الهند شهرة وجماهير وفلوس كتير بكرة هنكبر سوا وانتي بس يا أكرم ألف وبتاق 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 والعب فرصة وصو بس يا أكرم واسكت بقى وبطل فيها وهو العيال مش عارفة تذاكر سيبني أعلمهم هترد يا كرم يا كرم اللي وجعت دماغي من ساسر راسي سيبيني أنام وبطلي ضربي في الكراسي رايح حفلة جت على غفلة سيبيني أخيم انزلي بس معايا ولو كلمك هعورهولك زي ما عورته حرامي يلا يا ماما اللي هو انا حرامي صح؟ صح يا ماما بس يا عم ده انتو عيب عيب دالي يا ماما ويبقى خليها لا قومي يلا يلا عملت ايه؟ ايه عملت ايه دلوقتي؟ طبيت الكومنت كومنتريت ايه؟ يا زمان كنا نروح عليها كومنت تعالي يا ماما زعليش يا ماما تعالي عاش ولا تاني اللي زعل اقعدي لا بتفرج على الماتش بعد ما كنت الاكل كله بتفرج على الماتش سيبيها انا هاكل انت بقى كلي روح يا بابا روح الفرخه بقى احنا قاعدين ساكو المحشي وصوص افتح بقك كده انا هعملها لا يا ماما انت عروضه كله ايوه انا كليها بقى بس الحمد لله انا رايح الحفل مع السلامه الف سلامه السلام يا اخويا الحمد لله انا رايح ادي الدرس للعيال اللي نازلين 7 5 ارمي ارمي هتدي درس للعيال اللي بيتهيأ وليه؟ بيتهيأ ليه؟ البيت دي اصلا هبلتني ورق العنب اللي انا عامله بيفك بيفك؟ انت ليه انا بقى ابني كرم انا بقى عشان ايه؟ ولا تصوير فيديو عايز حاجه؟ هو يا ربي ده؟ هو انا مكتوب عليا احط الاكل وهم ياكلوا وانا اكل جوايا بتاعتهم واشيل كمان ياكلهم ايه ده وادي بعيال هبل اللي رايح لحفله واللي يعمل مش عارف ايه فيديو واللي بيتكلم لنفسها ويقول بيدي اللي عايز درس وابوهم اللي طلع رخر بيتفرج على التلفزيون ولا عارف وانا اللي هقعد مش شايله حاجه انا مالك خد يا ماما انا اكلت اشتري بقى الطبق ده ناس تاكل طول النهار وناس تغسل معاي طول الليل تاكل ستين نيلة خلاص حفظتك كل كلك ايه خلاص بقى شريطه بقى محفوظ اتهرس طب يلا الان اللي ايه بقى الهوكس الجامدة دي اوعى بقى دي بترس محمرة ده ابوك ما اتجوزنيش يا ابني الاصابع بتاعتي دي ابوك ما اتجوزك على الصوابع؟ صوابع ايه؟ صوابع بطلس دي كان يقول لي طبعا كده جرب ده الصوابع بتاعتك المحمره دي مفيش حد بيحمرها في القاهره زيك بيحمرها ولا يخدرها ايه استني استني بس اهدي يلا من هنا وكل شويه بتلبس محمره بتلبس محمره انت عشان مش لاقي تاكلي برضه يا واد جميله دي ما تدخلكش انت هو المصروف ما بيكفيكيش اديك انا مصروف يا لازم تكسفني يعني ما بيكفيكيش فعلا لازم تكسفني يعني سبت عليا انا غلبان سبت عليا لا فوت الدرسات فوت المطبخ ايه القرف ده ايه احنا هناكل مكان النف لا بجد انا بتكلم بجد ايه هناكل مكان النف ممكن لا سيب بلاش اعرف قوم امي تمشي يا ابو كرم انا جعان كل يوم جعان 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 مفيش مره شبعان قلبتوني حفظناكي طب يلا من انت وهو خلاص يلا من انت وهو استاذ بالله تعال 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 مفيش مرة كده هقعد يا ماما فادي اعمل لك الاكل واعمل لك كوبايه شاي اي حاجه خلاص دي والله العظيم كانت بتنف حالها وهي بتعملها ايه القرف ده يا ماما بص ايه يا عم ده بس انا عندي برد بس استنى استنى هجيب شغال اصلا زي ما انا اكل وانا استنى عندي ايه ده ده كوم القرف يا تقرف والنبي يا ماما تجيب لنا مشروب اجيب لك شرابي ايه ولا تشلكي ما تروحي تجيبي الناس ولا الخدامه اللي ابوك اشتغلك ما تقولش الليله ايه ده لو في المشي ده تعالى شوف ايه بمعنى مني انا عايز شوف
الاول. ما انا هتغدى الاول انا وبعد كده همشي. بس يكون ماما هي انا عايز اكل انا. هو انت بتقول زيهم انت راخر؟ طب تعالى ساعدني بقى. يلا. هات بقى سكينه من جوه وهات الصينيه وساعدني. يلا يا ولاد. ايه ده رايحين فين؟ استنى. رايحين فين؟ عايزين ماتش نلعب ماتش كوره. ماتش كوره بدل ما تقعدوا بيقعدوا يذاكروا. رايحين حجز كوره يا ماما. خد يا واد هنا يا واد انت خد تعالى نقعد. صحتهم حلوه. انا فاهمها. واحنا لما بنلعب كوره فبنركز، فلما تركزي هتجيبي جول. صح 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 صح. طب استنوا اهو. استنى هنا انت اهو. استنى الماتش هيتحجز. والله ما انتوا طالعين. انا عايز احمل. تعمل ايه؟ ايه ده؟ تعالوا بس واحد واحد. تعالي ايه؟ تعالوا بس. صلوا على النبي بس كده. ده ايه ده الاول؟ ايه ده؟ هريكوا الاول شويه لما اريكوا. تعال يلا وراه. ايه ده؟ يلا اللي بعده. تعالي. ايه ده؟ ايه؟ حاجه تانية؟ استنوا. في ايه تاني؟ ما تستنوا ما تتعجلوش على ذوقكم. اتأخرنا. يلا كل واحد ياخد له ازاز. يلا. خد يا ابني ازاز في حضانة احنا. يلا. انت جاي ولا ايه؟ وانتوا طالعين تقروا الفتح. حاضر. وتخرجوا من نفسكم. حاضر. ماشي؟ تمسكوا بالجوه كده وتقولوا لنفسكم. امشي ليه؟ احنا في ثالثة ابتدائي. ماشي يلا حبيبي. يلا حبيبي وحد الله يلا. حبيبي يلا يا بابا. استنى. فين؟ انتوا رايحين فين؟ رايحين الحجز. انتوا حافين. اه صح. خد الكوتش من الجزالة. خد يا ولد. هنجيب من الجزالة. خد يا كرم الله. ايه ده؟ خد يا حبيبتي. في المطبخ؟ خد يا حبيبي. يلا. يلا حبايب. انت عينك كنت في المطبخ؟ ايه ده يا ماما؟ يلا حبايب. ماما حلو. ماما حلوة؟ اه. ايه ده؟ ماما تعمل مستحيل عشان. فين بقى الشوز بتاع اللي هو؟ اه عايزين نشوف كده اي حاجة كده. لا انا هعمل لكم بقى الأكل بقى عشان وشوشتي بقى ويدفع بره. يلا نقعد ناكل بقى هنا وبعدين. يلا انتوا هتغرموني كمان أكل. ما أنا هعمل لكم غدا كمان شفتات. خلاص يلا. حاجز الحاجز هتقعد تلبس بقى كوتش يا ماما. يلا. عايز الحاجز. بسرعة كده. وقولوا الفتحة كده وانتوا طالعين. ما خلاص بقى. يلا يا بابا. يلا. يلا. فين الباب وراكم؟ اخلع وراك يا برنا. متجناش. افتح. انا كده اعمل الاكل. واكل بقى بمزهاب وانبسط كده واقعد اتفرج ايه على الفيلم. طب ما انا ارق نفسي بقى ولا اشمعنى انا؟ بس بقى كده اهو وعلق على كوبايه شاي. ياه ايه ده؟ حريه. كل يوم اعمل لي اكل، كل يوم اعمل لي اكل. انا كده ابقى مرتاحه كده بقى قاعده لوحدي مزاج كده. يلا. واحد كلنا واحد مالناش دعوة بأي واحد ولا بقريب ولا بغريب. ما بنشربش بيبسي، بنشرب حليب.